السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم موضوع تجربتنا لمادة القياسات العملي ملتيميتر. الملتيميتر هو جهاز متعدد الاستخدامات، يستخدم لقياس فولتية والتيار والمقاومة، سواء كان المصدر AC أو DC حسب الرينج اللي يعني استخدمه في القياسات. فمثلا كما موضح في الصورة أمامكم، إذا كان المصدر AC اللي راح نختاره راح يكون بالنسبة للتيار أي عليه خط مائل باعتبار انه AC، وكذلك بالفولتية نفس الشيء راح يكون خط مائل AC. اما اذا كان خط مستقيم او منقط يعني ان المصدر هو DC، والأوم هو لقياس المقاومة. أكو ملاحظة مهمة، إنه لازم الرينج اللي نختاره لقياس أي قيمة لازم يكون ضمن المدى، يعني إذا عندنا المصدر 10 فولت فليس من الصحيح إنه نختار رينج بين 20 أو بين 100، لازم يكون ضمن رينج مقبول، ما راح يقيسني بصورة صحيحة والقياسات راح تطلع خاطئة. هاي التجربة راح ناخذ دائرة اللي هي كما موضحة أمامكم، راح نربطها بالخطوات. هاي الدائرة هو مصدر فولتية DC مربوط مع مقاومة R1 وR2 على التوالي. قيمة R1 والR2 والفولتية راح تكون حسب الجدول عندي أمامكم. هذا الجدول راح ناخذ بيه أول شيء من الفولتية، راح نخليها 5 فولت، والR1 راح تكون قيمتها 1 كيلو، والR2 راح تكون قيمتها 10 كيلو. فتدخل برنامج المالتيزن، وأول شيء راح نروح نختار مقاومتيا، هاي أول مقاومة R1، راح نختار الR2، هاي الR2. راح نختار مصدر فولتية، اروح من السورس اختار DC، يعني اختار DC. بعد نحتاج انه ناخذ جراوند. هسه انا خلصت الكمباوند مالت الدائرة، بعد اغلقها. بعد هاي الآل لازم يكون شكلها عمودي، فنحصل على كنترول R تقلم موضحها، اربطهم هسه كلهم على التوالي، المصدر مع الR1 والR1 مع الR2. الR2 اربطها مع جراوند وارجع خط من الجراوند الى الV. هسه نرجع نصحح القيم. V1 من الجدول المفروض راح تكون بالحالة الأولى هي 5 فولت، أخليها على 5 فولت. الR1 لازم يكون 1 كيلو، فأختار عليها 1 كيلو، والR2 راح تكون مقدارها 10 كيلو، 10 كي. نرجع للجدول، اختارينا هنا عندنا الحالات اللي احنا نريدها. بعد لازم اختار عندنا يريد اقيس الفولتية على R1، فلازم اختار ملتيميتر. بالتيار على R1 لازم اختار اميتر، والفولتية على R2 لازم فولت ميتر، والتيار على R2 لازم اميتر. ونرجع على البرنامج، احتاج الى ملتيميتر، هذا اربطه على التوازي مع R1. بما انه ربط على التوازي مع R1، هذا شراح يقرأ لي يقرأ لي الفولتية، طبعا خط مستقيم باعتبار DC، هذا قيس الفولتية على R2. واحتاج الى فولت ميتر ربط على التوازي مع R2 نقيس بي الفولتية على R2. بعد نحتاج احنا نقيس التيار على الR1 على الR2.
كما أنه الآر 1 والآر 2 مثل ما تلاحظون مربوطات على التوالي، إذن قيمة الآي 1 هو نفسها الآي 2، فأنا راح أحتاج بس الميتر واحد، راح يكون طريقة ثابتة على التوالي، فأحدث هذا الخط المستقيم وأوصل بيناتهم بين الأميتر. هنا أختار أي اعتبار أنه بيقيس تيار. هسه إحنا بس كملنا القيم والأجهزة المطلوبة من عندنا، خلينا نشغله ونشوف القراءات. شغل أول واحد، ثاني واحد، والثالث. هنا شي قيسي، هذا أول شي راح يقيس الفوقية على الآر 1، فوقية على الآر 1 اللي هي جت قيمتها 4.5 4.31، فنجي نسجلها هنا. فوقية هي 4.5 4.31 ملي فولت، بينما قيمة التيار جيت كانت قيمة التيار هي 4.53.8 4.53. هذا مايكرو أمبير، نفسيته تيار قلنا على R1 ونفسيته اليمن على R2 لأن توالي. قعدنا الفوقية على R2، نضغط على الفولت ميتر الثاني طلع 4.546 أربعة بوين أربعة بوين خمسة أربعة ستة نانا فولت. بما أنه الآر 1 والآر 2 ناتجة قيمهن من توزيع قيمة المصدر، فإذا حاصل مجموعهم لازم يكون 5. لو نجمع 4.5.3 ملي أمبير زائدا 4.546 فولت، راح يكون المجموع مالتهم 5 فولت اللي هو مالت المصدر. بينما عندنا الآي 1 هو نفسه الآي 2 وهو نفسه مال المصدر لأن دائرة مربوطة على التوالي. هذا الجزء الأول إنه كانت الفولتية 5 فولت، هسه راح نغير فولتية المصدر نسويها 10 فولت. ناخذ القراءات، راح نوقف البرنامج، يلا نغير قيمة فولتية المصدر إلى 10 فولت. هسه نبدأ النوت نشغل ونشوف القراءات من جديد. هاي فولتية هي فولتية الـ R1، هنا عندنا التيار هو تيار المصدر، هنا الفولتية هي فولتية الـ R2، راح نسجل أول فولتية اللي هي فولتية الـ R1 هي 908.6 908.6 أي ملي فولت، بينما التيار قيمته 907.7 تيار 907.7 مايكرو أمبير، وهو نفسه قيمة التيار الـ R2. ناخذ النوت قياس الفولتية على R2 بالعشرة فولت، يطلع لنا 900.091 900.091 فولت. مجموع الـ R2 زائد الـ R1 راح يطلع لنا 10 فولت، لأن مثل ما قلنا بما أنهم متوالي ففولتيتهم تكون مقسمة بين الـ R1 والـ R2. فولتية المصدر تنقسم في حالة التوالي على الـ R1 والـ R2، بينما تيار المصدر هو يكون متساوي على جميع المقاومات، فـ I1 تساوي لنا I2. طلاب هاي بالحالة theoretical، حالة النظرية إنه أنا بطلع قياسات بدون وجود أي أخطاء باعتبار ideal، بينما لو كانت نفس هذه الدائرة ولكن باستخدام component
العملي راح تطلع لي قياسات مختلفة. سبب هذا الاختلاف يرجع إلى الأخطاء اللي أخذناها في موضوع أنواع الأخطاء في مادة النظرية، اللي هي ترجع أسبابها إلى أخطاء سيستماتيك وأخطاء راندوم. فالمفروض أنه إذا نرجع نطبقها بالمختبر ونملي الحقل الخاص بالبراكتيكال، راح تكون كل قيمة تفرق عن القيمة المقابلة لها بالنظرية. أتمنى تكون لحد هنا محاضرة واضحة استفاديتوا من عدها، وشكرا جزيلا لكم.